أنت محتجز ضمن البناء وسط زلزال مدمر، والمنزل من حولك بدأ يتداعى وينهار، وفي ظل بعد المخارج والأنقاض تتهاوى حولك. ماذا عليك أن تفعل؟ عند حدوث الزلزال وأنت في طوابق عليا، لا تقف تحت إطار الباب. إطار الباب ضعيف جداً وسينهار مع البناء. لا تستعمل الأدراج ولا المصاعد. لا تنزل إلى الطابق السفلي أو تندفع للخارج أثناء اهتزاز المبنى أو عندما يكون هناك خطر السقوط أو خطر إيذاء نفسك أو التعرض للاصطدام بالزجاج المتساقط أو الحطام. 90% من الضحايا سقطوا أثناء محاولتهم الهروب من البناء في الممرات والأدراج. مثلث الحياة بحسب خبراء السلامة من الزلازل هو حيز صغير يحصل على شكل مثلث بين قطع الأثاث والسقف المنهار. حسب خبرة المنقذين من ردم الزلازل، فقد وجدوا معظم الناجين قد تواجدوا عندما يسمونه مثلث النجاة أو مثلث الحياة. هذا المثلث يتشكل بجانب أثاث المنزل كالأريكة والسرير والخزانات والغسالات والثلاجات والأفران أو حتى تحت طاولة السفرة، بينما يكون وسط الغرفة والأماكن الشاغرة في البيت من أخطر الأماكن خلال تهدم البيت جراء الزلازل أو الهزات. لكن هذا ليس الخطر الوحيد، فبينما تنهار الجدران والسقوف تنكشف الأسلاك الكهربائية، وإذا حدث ولمست سلكاً ناشطاً قد تصاب فوراً بسكتة قلبية. إذا علقت تحت الأنقاض إياك أن تصرخ تجنباً لاستنشاقك الغبار. ابحث عن أداة معدنية وابدأ بالطرق حولك حتى تسمعك فرق الإنقاذ. أبقي هاتفك النقال مشحوناً بجانبك دائماً. أرسل رسالة إلى أقاربك أو أصدقائك، ولا تستعمل الشبكة كثيراً للحفاظ على شحن هاتفك وللتخفيف من الضغط على الشبكة أثناء الكوارث. احتفظ بعبوة مياه جانب سريرك لتفادي العطش في حال بقيت فترة طويلة تحت الأنقاض. إذا كنت تقود فتوقف، ولكن بحذر. حرك سيارتك بعيداً عن حركة المرور قدر الإمكان، ولا تتوقف عند جسر أو ممر علوي أو تحته أو تحت الأشجار أو أعمدة الإنارة أو خطوط الكهرباء أو العلامات. ابقى داخل سيارتك حتى يتوقف الاهتزاز. نسأل الله اللطف والسلامة للجميع.